مش بديل. احنا بنقول الام يعني احنا بنشوف كتير اطفال ما بيحبوش اللبن فعلا، احنا بنقول لها ما تدوش لبن لبن، تيلو لبن بالشوكولاته، لبن بالموز، لبن باي نوع من الفواكه اللي هو بيحبه، اخلطيه في اي حاجه، دخله له في وسط الاكل، في وسط الكورن فليكس، حطي له كورن فليكس في اللبن واكليه له. دي بتبقى طريقه ظريفه بتكسر طعم اللبن، الاطفال ما بيحبوش وبياكلوه وبيشربوه. ده مهم جدا، ده سؤال مهم جدا. لازم 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 لازم، لان احنا في طفل في بيبي بيتكون في بطنها، ده بيسحب اكيد من مخزون الكالسيوم في جسم الام، وخصوصا السيدات اللي بيمروا بولادات متكرره يعني. لازم مع بدايه فتره الحمل لازم الام تاخد معانا كالسيوم، وطبعا زي ما قلنا كالسيوم بيتاخد لازم ناخد معاه فيتامين د، ده اجباري لاي واحده حامل.